قدك المياس يا عمري يا بوبيبا فالفي فتافي اني اغرق اغرق احب البطاطا تعالي يا بيضة تعالي بطلوا حلاوة بقى هريتونا ايه الحكاية؟ اقلع حولك؟ والله فكرة جديدة نوفي بس يعني تهوسيني اكتر انا ما احبش الاسطوانات هو لا انا ما احبش الاسطوانات ابدا الاسطوانات مين انت احلى شريط تسجيل هسجله في حياتي من قلبك هاتي بصي شوفي سامعي جرس التليفون يا مدور انت الو ايوه مين انا شاوي الزيت اللي عندك دي عاملة الاجتماع مغلق خير في حاجة انا جايلك دلوقتي لا لا يعني ايه افهمني كويس انا عندي ضيوف خلاص منهم انت محتاجهم في ايه هتفهميني بكرة اكيد جرى المخك حاجة اف امتى اخلص مين ده ده المحاسب محاسب انت عندك محاسب طبعا عشان الضرايب الضرايب انا ابن الضرايب ما بتهاوبليش حطاني في شريحه المعدمين وانت بقى اللي زيك الضرايب تحاسبه ازاي على الواحده قصدك على واحده ونص لا سيب لنا النص نهز ونشتغل بيه الله الله ده احنا رقنا قوي بقول ايه اذا كان الواد المحاسب ده تعبك خلينا انا حاسبك وانا هريحك قوي يا ريت خلاص احنا فيها وريني شريحتك كده الله الليله كلها معفاه من الضرايب العب يا بوشكش